تسيدي ما اسمع لولا محمد الموجي وبليغ حمدي اللي عملوا لها الابداعات ما راهي مش نجات. عاد تو الموضوع تو السندس شنو هالبراوه هذه؟ هي البراوه هي الصدار وسط الدار الحوش. ايوه الحوش. تو هذه تو شكون الكلمات شكون؟ مرسي جميل عزيز. ما عرفت مرسي جميل عزيز شاعر ممتاز حق ربي، هو اللي كاتب سيره الحب والف ليله وليله ومن غير ليه لعبد الوهاب. شعر مميز فهمتني، من الشعر حتى اللي عنده ما يقول يكتب لك. اما براوه ذي قلت حبيبي اخر تراوه معناتها موعد ذي في احنا حبيبي هي في الريف، لحقين القصه كلها في الريف فهمتني. ويا ناس لوموني خاصنك الجمله، يا ناس لوموني ما ترحموني بحب يلوم العوازي معناتها فهمتني. اللي احنا ايش عندنا مش هنا، احنا عندنا واحده تشبه ليها بتاع زهير السلم، ياما كسرت القله ياما بجاه الله سامحيني. هي هيشني المشكلة، المشكلة أنه أحنا عنا نفس المخزون الشعري والصور الشعري اللي صارت في الريف المصري أو كذا. بقات شنو مشكلتنا في تونس؟ مشكلتنا ملحنين ما جانيش، ما خرجتنيش تبقى من الملحنين اللي أعطات لك الصور الجميلة، الصور البسيطة الشعرية الجميلة. إيه بين الوديان ملحمة، بين الوديان راهي ملحمة قصة كبيرة لكن يرتجل فيها اسمع الحطاب خاطر فماش ملحن كبير، خاطر كان جاء ملحن كبير راهي بالودان شدوف راهي عالمي فهمتني. كيما هذه معناتها اما براوه تتنشط منشوره في العالم العربي، شكون ما يحبش اما براوه؟ من المغرب حتى الخليج الناس الكل تغني فيها وشيخ عليها وشيخ فهمتني. غني حسين الجسمي الكل على بعضها يغنيوا فيها، شكون ما يغنيش اما براوه؟ الناس الكل تحبها صحيح فهمتني. اش بيه احنا ما عندناش، احنا مش ما عندناش شعر شعبي وعربي وصور جاي عليه عنا، مش قلت ما عندناش ملحنين، ما عندناش ملحنين اللي اعطاو هاك الجو ارتستيك والبعد الارتستيك للصوره فهمتني. احنا تو شوف مثلا علاش صليحه تشهرت يوم العيون الزرق صحيح، خالي بدني وخالي بدني كلام كله هو كله في صحيح فهمتني. وذاك هو وذاك فينا في الخمسينات 90% من الشعب التونسي يسكن في الارياف فهمتني. الصور جميله جدا، فما كير كتعبيتها كمان هو الحان هكا خفيفه، فما ملحنين جد فهمت الروح شنية فهمتني، فهمت الروح شنية نتاع الشعر فاعطات حاجات اكسترا اوردينير. والباقي الاخر وجدوا صعوبه كيفاش هالصور الجميله هذه اللي تقالت باسلوب سلس وبسيط جدا كيفاش نهزوها نرتقوا بها. هذه هو اللي بقى في تونس مع الناس، ونديما نتناقش انا وشكري ونقولوا راهي مش كل تونس هي المحنين صحيح، كاين عندنا محنين احنا. لا لا والله بالحق ظاهر خاصه كيف نشوفوا احنا في المهرجانات نتاع الاغنيه الدينيه والاغنيه الصيفيه نلقاو احنا الموهوش ني الحكايه. واحد من سليان مشي يا حب وحده شيخ بنت شيخ القبيله في الكيف، فبوها ما حبش يعطيه طفله ثم اهدر دمه مشقته. هو شنو يحكي على سيرته بين الوديان دمه يقطر هو لانه اهدر دمه هو هو هارب وجماعه الشيخ معناتها الحراس بتاع الشيخ والقبيله نتاعو يطاردوا فيه فهمتك باش يلقوا عليه القبض باش يقتلوه. الصوره ملحميه حتى تو انت في الادب اليوناني مش تلقى او حتى في الحضاره المصريه اوزيس واوزيريس واوفريوس اسمها والاخرى والتراجيديا الكل والتراجيديا الكل ايش هي اخي التراجيديا اليونانيه في الاخر والمعزه اللي هزوها الاكروبول فهمتني. ما احنا حتى احنا في الوحده في المجتمع تبتيع عن المعزه باش نزوها اللولي نذبحوها راه الثقافه لاميت ليجوند معناتها اكزاكتومون الميثولوجيا الميثولوجيا اليونانيه ريت الغرب اش عملها لنا زين هنا وهي هاي عندنا الإلياذة الأوديسة والإلياذة وحصان ترويدة وكل شيء كل شيء عندنا هما ريتو كيفاش عملوا منه التراث كيفاش خدموه كيفاش زينوه كيفاش دخلوه في الفلسفة دخلوه في الفكر غاصوا فيه خرجوا منه العجب العجاب صحيح. وإحنا عندنا
ولكن نبحث عن من ينقذنا. كما في السياسة طوية لو الناس تلوج على موقف وفي كل شيء فهمتني، في الثقافة وفي الاقتصاد يلوجوا على موقف، وأهم حاجة المسرح خاصة من سينقذ، نلوجوا على موقفين في الثقافة، والثقافة في القروان خاصة في تونس كامل أصلا مش في القروان أصلا. لا القروان هي اللي قاعدة والله يا سندس في تونس كامل هني مطلعة والله يقول لك بعض. واش نقولوا يا ربي، باش نواصلوا مع جورج الراسي في رمش عينو. كان هذا جورج الراسي في أداء الأغنية رمش عينو اللي جرحني. دونك لاحظنا سلسة اللحن الموجودة في الأغنية هي بتاع هذه. محرم فؤاد مطرب مميز ده كان اللي فهمتني، وقت شوف ده خفيفة كما كنا نحكيه، بسيطة تحفظ فيسع وكلامها أكثر أكثر بالبساطة من غادي وتبقى في الذكر. توريتها تو هذه من اللي حكيت سايب راهي من الستينات الأغنية، شفتها قاش عنا من الستينات تو قريب 60 سنة والأغنية موجودة ويقولنا حتى واحد المطربين يطلعوا يرجعوا للريبرتوار وتؤدى بنفس يعني الحلاوة نتاعها، وكل حد قد ما تقديم الأغنية قد ما يجي حد يعطيها انتربريتاسيون نتاع روحه، وقد تزيد تحلى أكثر كما سمعنا بكرة تو الكوبلة هذاك وضحها وضح شلبي وكاتيا فرح. توا جورج الراسي ما هو صوته مثلا احسن من محرف فؤاد، وديما تبقى الاغاني جميله وخفيفه وتحفظ وباهيه برشا، حاجه جميله ياسر. هذا كل من يعني من الطاقه اللي لقاها يعني محمد الموجي كيف لقى روحه يعني مع المطربين اللي هما صنفناهم احنا صف، مش احنا صنفناهم يعني هما غادي في مصر صنفوهم النقاد ولا دكاس قالوا ما صفيني مش احنا خاتينا اي نعرف احنا قلنا مش ما احنا ما صنفناهمش ديجا. المهم باش نواصلوا مع في حديثنا مع
على محمد الموجي يعطيه الصحة. أبدع خلى حاجات التوى احنا قاعدين نسمعوهم ونستمتعوا بهم, وان شاء الله زاد مستمعينا الكل يكونوا استمتعوا ب انا سنتش باش نقول كلمه ما تثبتش الحصه اللي عملناها على شكل الموجي اللي هو والدخت محمد الموجي. ايوا حصه شكل الموجي اللي عملناها اللي صنع جورج واسوف مو شكل الموجي هو ودخته ولدخته اي الحمد لله ما نسيناهاش المعلومه هذه. وشوف ريتش عمل معناتها ودخت شكل الموجي عمل جورج واسوف وبقات الناس كل ما تعرفوش بقات الناس كل ما تعرفوش كيما محمد الموجي. مش الاغاني اللي ابدع فيها اللي عرفت به, لو كان ملحنش لأم كلثوم محمد الموجي وعمل لعبد الحليم قرأت الفنجان ورسالة من تحت الماء ما يعرفوا حد. صحيح, مع انه اللي قلت لك راهو محمد الموجي مبدع مع المطربين اللي جاوا بعض مطربين جاوا خاطر على شوف الموجي قلت لك معناتها انسان اتى من بيئه معينه البيئه هذه هي تعطيها شويه حريه. شوف علي ابن الجهم ماك تعرفه انت ولا علي ابن الجهم هذا انشد من اروع القصائد اللي هي عيون المها بين الرصافه والجسر جذبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري. هذا شاعر اسمه علي الجهم هذايا كان يأتي في الريف يسكن في الريف, فأراد أن يمدح الخليفة العباسي فقال جيل الأقصر وقال له أنت كالكلب في الوفاء. فالوزراء اتغشوا وقالوا له يلزم قصوله راسه كيفاش تجرأ على الخليفة العباسي. فالعباسي هو المتوكل أبارامون المتوكل المعتصم كيف كي ياسر فهم اللي هو يمدح فيه قال أعطيوه دار سكن في بغداد وشهرية 5000 دينار ذهبي. عمل العاب سكنة وجاب له الأدباء وجاب له جماعة لبسته كل شيء, فأنشده بعد عام من عيون المها بين الرصافة والجسر. انت قارن أنت كالكلب في الوفاء وبين عيون المها بين الرصافة والجسر الجيب وجيب فرق كبير. هذه البيئة في الأخر هي البيئة. صحيح, هي اللي تخلي الامبرانت متاحها في اي انتاج فني ولا في شخصيه فنيه. الانسان بطبعه واهم حاجه هي شنو الحكايه جوهر الانسان. ريت الانسان تتوفر له الظروف الكل يولي ينتقل بسلاسه ما بين البيئات. واضح الانسان وقتاش تقعد تلقاه قالوا مشاكل وقت اللي يكون عايش في بيئه معينه ثم تحطه في بيئه اخرى ونقصته الف حاجه وحاجه وقت ذاك فما حكي يا مش ينحرف يا مش تصدم يا مش تهمش. اي صحيح. وإذا من عنيون حتى في المجتمع شنو ولا فش قد تصير لنا صرنا هذه أهم الإشكالية ليست راي. شوف البادة لها أخلاقها وقيمها والحاضرة لها قيمها وأخلاقها ومبادئها والزوز سيستمات باهين وصالحين, يبقى الإشكال الترانزيسيون ما بين الترانزيسيون اللي هي ما تمتش. دونك أعزائنا المستمعين وصلنا لنهاية حلقة الليلة, إن شاء الله تكونوا استمتعتوا باختياراتنا الغنائية وبالحكايات اللي وراء كل غناية. إن شاء الله تكونوا بعثنا فيكم الدفء بالحنين إلى قامات موسيقية خلت اسمها في الذاكرة الجماعية, وإحنا أملنا أن نكونوا حققنا رغبة الإنصات لما فيه طيب الكلام. تحية كبيرة لسينوردين الغماري اللي هو دائما في الأعداد, أيضا الشكر موصول للفريق التقني اللي بكل حرفية أمنوا البث الرقمي صوتا وصورة. هذه إذاعة الحياة وهذا برنامجكم قامات.